مسلحين جوا والله ما احنا عارفين نقعد منهم مسلحين جوا اللي عند دورنا حاول اذا فوت على دارك عاشوني قال ما فيش روح شوفي ليش مطرح فليت الفلاح شوف ده ساوي اي غصبا عني فليت طلعت من داري اللي بيطلع من داره بقل مقدار ومش مليح يطلع من داره والله طالع قاعدة دورنا بتطول العمر يا يما والباقي على الله من المسلحين الله لا يوفقهم ولا يهنيهم ولا ينجحهم ولا يربحهم ولا يسر لهم امر ولا يطول العمر ولا يمد لهم حبل رب العالمين امين امين بجاه رب العالمين اللهم امين شوفنا نساوي الباقي على الله يما احنا قاعدين هون لاجئين يعني لجانا ثاني مره لجانا اول مره وهاي ثاني مره وهاي ثالث مره لجانا الا والباقي على الله يما الله يقصف عمر المسلحين بجاه رب العالمين الله يقصف عون المسلحين بجاه رب العالمين نرجع بيوتنا وعدورنا سالمين غانمين بجاه رب العالمين يا يمه الا اما ظنيش مش حشطين من مدرسه لمدرسه من دار لدار والله صعب علينا الحياه صعبه يمه هيك بعد توتر الوضع الأمني في منطقة درع البلد والضغط الحاصل على الأهالي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة توافدت مئات العائلات إلى مدينة درعا المحطة وفورا تم تقديم تأمين ست مراكز إقامة مؤقتة لهذه العائلات حاليا في هذه المراكز المؤقتة حوالي 1300 فرد بما يعادل 300 عائلة وأغلب العائلات المستضافة الآن عند أقاربهم أو لدى أقاربهم في مدينة درعا المحطة وبعض قرى المحافظة فورا تم تقديم الدعم الإغاثي والإنساني والصحي لهذه العائلات من قبل فرع الهلال الأحمر العربي السوري وجمعية تنظيم الأسرة